أهلا بكم مع بطلة من أبطالنا المميزين من متحدي الأعاقة. شخصيتنا النهاردة شخصية مميزة جدا، عايشة الحياة بأبسط مما نتخيل. مفيش في قاموسها كلمة مستحيل، وماشية بمبدأ من قال لك لا أستطيع فقل له حاول. كل شيء عندها في الحياة ممكن، مفيش حاجة ما تقدرش تعملها في حياتها، وده لأنها عندها ثقة في قدراتها والطاقات اللي جواها. فهي بتضرب لنا أروع الأمثال لقوة الإرادة والصبر والعزيمة. ومؤكد كل اللي بيشوفها بيتعلم منها إن بالصبر بتهون الصعاب، وبالأمل بتزول العوائق، وبالإرادة وقوة العزيمة نقدر نحقق كل اللي احنا بنحلم بيه.